السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سلمى اسماء. وصفت لي ان شاء الله عباره على بلاطو ديال المملحات. غادي ندير جوج ديال الانواع ديال المملحات سهلين ما فيهمش يعني واحد ما غنحتاجو لا نعجنو ولا ندلكو ولا حتى شي حاجه، يعني ما غاديش شي حاجه اللي غتاخذ لنا مجهود. غادي نديرو اول حاجه ديميني كيش اللي غادي نوريكم الطريقه ديالهم، ساهله بزاف. عندي 150 غرام ديال الطحين، نص معلقه صغيره ديال الملحه، 75 غرام ديال الزبده خرجتها واحد شويه من الثلاجه. عندي واحد البيضه، يا اما بيضه صغيره، الا كانت بيضه كبيره ما نديروهاش كامله، ربما ما نحتاجوهاش كامله، وربما نحتاجو واحد شويه ديال الماء بارد، يعني واحد المعلقه كبيره ماكسيموم، وربما ما نحتاجوهاش كاع، المهم يعني على حسب الخليط ديالنا. فهادو هما المقادير. ندوز دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها، غادي نديرو العجينه ديال الكيش ديالنا. غنديرو فواحد الاناء الطحين، نزيدو عليه الملحة، وغادي نرملو بهاد الزبدة هذا، هاد الزبدة هذه، نحاولو نرملو هاد العجين ديالنا، ندخلو هاد الزبدة هذه في الطحين. بعد ما كندخل ديك الزبدة مزيان في الطحين كترجع ليا على هاد الشكل هذا بحال اللي كتشوفو معايا. دابا ديك البيضه اللي كانت عندي هنا طردتها، ما غاديش نضيفها كامله، غنضيف تقريبا هكا شويه اكثر من النص، ونحاول ندخلها هنايا في هذا الخليط. الا احتاجيت اكثر فغادي نزيدها، اولا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الماء. غادي نزيد كنظن واحد شويه ديال الماء، الماء يكون بارد، نزيدو ماء بارد من الاحسن كاع من الثلاجه، ونحاولوا نجمعوا الخليط. ما غندلكو ما غنعجنوا، غادي غير نجمعوا صافي، فقط نحطوا على العجينه ديالنا. صافي العجينه ديالنا ها هي حصلنا عليها، كنجمعوها بحال اللي شفتوا. درت غير شويه تاع الماء وسميتو البيضه ما استعملتهاش كامله، الا كانت عندكم بيضه صغيره ممكن تستعملوها كامله. صافي غادي نجمعوها وغادي نبداو دابا نسرحوها. الا كانت الحراره بزاف ممكن تخليها واحد شويه في الثلاجه. غادي نستعملها دابا مباشره، درتها فوق لواحد الورق ديال الطهي باش ما تلصقليش، اولا ما بين جوج ديال البلاستيكات. وغادي نحاول نبدا كنسرحها هكا رقيقه، بعد ما سرحنا العجينه فغادي نطلقوها. غادي نديرهم انايا في هذا المول هذا ديال مافينز اولا ديال الكاب كيكس. بالنسبه للعجين اللي غيبقى لي فغادي نحيدو، غادي نجمعو غير هو من يعني ما ندلكو ما حتى شي حاجه، غير نجمعو ونعاود نسرحو ونعاود نقطع ونعمر لي مول ديالي عادي. دخلت العجين ديالي هكا في هاد لي مول هادو، استعملت هذا بحال ديال المهراز، هذا درت بحال هكا ضغطت هنا في الوسط باش ما يبقاوليش داك يعني تقادت لي الشكل مزيان، وكذلك كنقاد مزيان الشكل من هنا كنطلعو حتى الفوق. الا كنبقاو عندي شي زوائد من هنا ولا هادي نقطعوهم هكا بالموس، كذلك غادي نتقبهم هكا بالشوكه، وغادي ندخلهم للمجمد على بيد ما نصاوب الحشوه. غادي ندوزو دابا ان شاء الله نصاوب الحشوه. العجينه ديال الكيش ديالنا خليناها كتبرد في المجمد، دابا مباشره غادي ندوزو للحشوه. عندنا الزيت كتسخن هنايا في المقله، كنضيفو البصل هكا مقطع وكذلك الفلفله الخضراء، غادي نشحرهم شويه. بعد ما كتبدا تشحرنا شويه ديك البصله هي والفلفله الخضراء، فغادي نضيف شويه ديال الفلفله الحمراء اللي تكون ديجا يعني مشويه ومقشره بطبيعه الحال،
ومقطعة هكا صغيرة كتعطينا داك المذاق زوين. ندوز نشحر هنايا اللحم المفروم ولا الكفتة، الكفتة ديالنا من بعد ما كتشحر غادي نضيفو ملحة على حساب الذوق، غادي كذلك شويه ديال البزار اولا الفلفل الاسود، غادي نضيف كذلك شويه ديال التحميره بابريكا، كذلك كمون، لا هذا شويه ديال سكينجبير غير شويه سكينجبير ماشي بزاف، وكذلك شويه ديال الكمون. نحرك العناصر كامله، ثم دابا غادي نطفي على هاد الفتوه هادي، نطفي عليها النار ونخليها حتى كتبرد تماما، عاد غندوز نعمر القوالب ديال الكيش ديالي. هنا غادي ندوزو لتحضير المملحة الثانية، وهي غادي نديرو كريب مالح معمر كيجي زوين بزاف، غادي نحتاجو فيه غادي نديرو بواحد الطريقة سهلة، ما تحتاجو لا طراب كهربائي لا والو في التحضير ديال العجينة ديال الكريب. غادي نديرو فيه وغير بيضة وحدة فيها، غادي نديرو بيضة نضيفو عليها الملحة، غنضيفو شويه ديال البزار اولا الفلفل الاسود، الا كان عندكم سميتو لا سيبوليت زيدوها، انا الصراحه ما لقيتهاش مشيت نشريها ما لقيتهاش في السوبر مارشي اللي حدايا، ولكن صراحه كيجي زوين بلا سيبوليت مقطعه هكا صغيوره. نضربو مزيان، من بعد هنايا عندي 250 مليلتر ديال الحليب اللي دفيتو غير شويه يدفى فوق النار، غادي نضيف واحد الكميه ديال الحليب، نعاود نطرب ثم هنا غادي نضيف 100 غرام ديال الطحين. اسهل طريقه ديال الكريب ديالي وبلا طراب، 100 غرام ديال الطحين غادي نخلط مزيان، من بعد ما بقاونا لا كويرات لا والو نتوما بحال اللي كتشوفوا، غادي نبدا نضيف داك الحليب تدريجيا وانا كنخلط حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي سائله. من بعد غادي نضيف واحد 20 غرام ديال الزبده مذوبه اولا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، نخلط هاد العناصر هادو مزيان حتى ينسجموا، غادي نخلي هاد الخليط ديال الكريب جانبا وندوز لحضر الحشوه باش غادي نعمرو. بالنسبه للحشوه ديال الكريب فانا خديت مقلاه درت فيها شويه ديال زيت الزيتون كتسخن، وشديت هنايا الدجاج كناخد واحد السطر ديال الدجاج نقطع هكا طريفات، وغادي نشحرو هاد الدجاج هذا. ملي بدا كيتشحر معاه شويه الدجاج اولا كيبدا ياخد واحد اللون، غادي ندير واحد الفص ديال الثوم هكا مهروس فوق منو، نضيفو كذلك شويه ديال الملحه شويه ديال البصل الفلفل الاسود، غادي ندوز نضيف واحد شويه ديال الموطار، واحد نص معلقه هكا ديال الموطار ولا الخردل، ثم واحد شويه ديال صلصه الصوجا، المهم كتبقى على حسب الكميه ديال الدجاج اللي نتوما مستعملين، الا كنتو مستعملين دجاج بزاف يعني هنا غير شويه ما نستعملش كميه كثيره. نحرك العناصر مزيان صافي، من بعد غادي نطفي عليهم النار وغادي نخلي هاد الخليط هذا حتى كيبرد، وغادي ندوز للطهي ديال الكريب. الخليط ديال الكريب ديالنا هو قبل ما نخدمو به نحركوه بحال هكا واحد شويه، ونكونو دايرين واحد المقلاه خاصه اللي كنطيبو فيها البغرير والكريب والبانكيك وهاد المسائل هادي، نديروها كتسخن نديرو ندهنوها بواحد شويه ديال الزبده
ندوز مباشره لعمليه الطهي. من نحس بالكريب ديالي بدات كطيب من واحد الشيها، غادي نقلبها للجهه الثانيه بهذا الشكل هذا، ونخليهم كيطيبوا من جوج جهات، وغادي نكمل بنفس الطريقه باقي الكميه اللي عندي. بالنسبه لافاغيا كيش اللي غادي نعمر بها الكيش ديالي، فهي فيها جوج بيضات، نضيف معاهم 100 مليلتر ديال الحليب، واحد الكاس بحال هكا، واحد نص كاس ديال القشده الطريه السائله الخاصه بالطبخ تقريبا واحد 70 مليلتر هكاك. غادي نضيفوا واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار اولا الفلفل الاسود، ممكن تضيفوا شويه ديال جوزه الطيب اولا الجوزه المحكوكه كتبقى اختياريه. طربوا العناصر كامله هكا في الطراب اليدوي حتى ينسجموا مزيان. القوالب ديالنا حنا خرجناهم من الثلاجه اولا من المجمد، انا درتهم في المجمد. الحشوه ديالنا ها هي بردت، غادي نبداو نعمروا القوالب ديالنا على هذا الشكل هذا. هنايا عمرنا بحال اللي شفتوا الكيش ديالنا اولا القوالب ديال الكيش. هنا باقي لنا غير نزيدوا هذيك لاباي الكيش، ممكن ديروها في شي كاس اولا في شي حاجه باش تقدروا تقلبوها بسرعه اكثر. انا غادي نبدل باش ما نتعبش. المهم غادي نعمر بلاباغيا كيش كاملين، غندخلهم الفرن سخن على درجه حراره متوسطه واحد 170 حتى 180 درجه، غادي نديرهم في الرف الاخير من الفرن التحتاني كاع باش نضمن ان غادي يطيب لي تطيب لي العجينه يعني مزيان من التحت. صافي حتى يطيبوا لي مزيان ويتحم ياخذوا واحد اللون محمر، واحد 15 حتى 20 دقيقه هكاك ماكسيموم. غنخرجهم غندير عليهم شويه ديال الجبن المفروم، ها هو عندي انا وجدته جبن المفروم على هذا الشكل هذا، اي نوع اي دعم اولا اي نوع، نديروه من الفوق نرجعوه غير ديك السخونيه ديال الفران يذوب داك الجبن وصافي ونخرجوه ان شاء الله. بعد ما سالينا التحضير ديال الكريب ديالنا كامل، غادي ناخذ هكا الكريب، غناخذ واحد القطعه من الجبن ديال التشيدر هذا اولا اي نوع عندكم، جبن الساندويتش اولا كيف ما بغيتوا الكميه اللي بغيتوا بحال هكا في الوسط. غادي نزيد شويه ديال القطع ديال الدجاج اللي صوبناهم من قبل. صافي دابا غادي نطويهم هكا على شكل مربع، وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسين فهاد الكميه كامله. الكيش ديالنا ها هو من بعد ما طاب زدت عليه الجبن المفروم ورجعته للفران غير بديك السخونيه ديال الفران كيدوب، وصافي غادي نديمو ليه ونقدمو بالصحه والراحه. في حين ان بالنسبه للكريب من بعد ما درتهم على شكل مربعات، خديت عاوتاني المقله ديال الكريب درت واحد شويه ديال الزبده سخنتها، وغادي نسخن هذا الكريب ديالي من جوج ديال الجهات باش هكا ياخذ لي واحد اللون اللي هو محمر، وكذلك داك الجبن ديال التشيدر يذوب مع الحراره. البلاطو ديال المملحات ديالنا ها هو وجد، ها هما لي كيش بحال اللي شفتو، نسينا غير الجبن المفروم وهاد هاد البسكوي هذا المالح وشويه ديال الفلفله حمراء باش نذكروا ان فيها الفلفله كذلك لداخل. بالنسبه للكريب ها هو من بعد ما حمرته من جوج ديال الجهات زينته كذلك بالجبن وشويه ديال الحبوب ديال البافو، صافي بحال وخالفتهم بحال هكا على هاد الشكل هذا. نتمنى ان هاد المملحات يكون عجبكم وينالوا الرضا ديالكم، واي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح خليولي لتحت في التعليقات ديالكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.